طيب المشاكل بعد كده العدسة. ربنا سبحانه وتعالى عمل العين كذا طبق، الأولانية قرنية واللي تحتيها مفروض غرفة أمامية غرفة خلفية وبينهم عدسة، والعدسة دي بتتضخم وتتمدد وترفع وتقصر حسب الضوء اللي داخل. خلاص لو الضوء كمية كبيرة العدسة بتقلل الدخول، لو الضوء كمية قليلة بتتسع الحدقة اللي هي الجزء الملون ده بيتسع عشان يدخل أكبر كمية من الضوء. ولذلك ما ينفعش واحد يبقى قاعد في ضلمة وبعدين تديله ضوء ساطع، ولا يبقى ضوء ساطع وتديله ضلمة. خلي بالك بقى من الحكاية دي، انت بتعمل كده صدمة للايه للاي بيوبل او للنني بتاع العين، الجزء الملون. الجزء الملون ده بيكبر ويصغر، يكبر ويصغر، بيكبر لما يبقى الدنيا ضلمة عشان يدخل اكبر كمية من الضوء. العين بتاعت القطط والكلاب لو شفتها في الضلمة هتلاقي عينيها بتنور، عينيها بتنور لانها بتاخد اقل كمية من الضوء وتعكسه. فانت تبقى ماشي في الضلمة الاقي صاروخين منورين كده، عينين قطة او عينين كلب، خلي بالك. فاحنا بنقول يا جماعة ما نقعدش في ضلمة وفجأة. طب ده بيحصل علينا مع الاستمرار، ممكن النور يبقى قاطع والناس قاعدة كده مسترخية وفجأة نور جه يعمل لك صدمة، صدمة محترمة. نعم ما هي بتتبسط اه، بس عينيها هتفضل تطق شرار. هضرب لك مثل صغير، هناخد دلوقتي في المحافظة على العين، انك انت لا تنظر الى الشمس الساطعة ولا تنظر الى الالوان الساطعة، خلاص، ولا تطيل النظر في المحمول. ده هناخده دلوقتي في الافلام. طب انا لو بصيت في الشمس اجي ابص على الحاجات بعد كده لا مظلمة، لانك حرقت جزء من الشبكية، حضرتك حرقت جزء من الشبكية. هتلاقي الشبكية دي فيها رودس اند كونز وخلايا ملونة، يا معجزة، تقريبا المخلوق الوحيد اللي بيرى بالايه بالالوان. الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يرى بالألوان. ممكن عين الصقر، عين الصقر تشوف المية وتشوف الصيد من فوق، خلاص. عين البني ادم ما تجيبش ده، بس عين البني ادم اجمل وترى بالالوان وتحب وتعشق. هنشوف بقى انواع النظرات دلوقتي. طيب مشاكل العدسه اذا ممكن تعتم، فلما تعتم العدسه وتبقى بيضة وضلمه وما تمشيش الضوء بنسميها المية البيضة، او بساعات بيسموها الكاتاركت. وساعات الكاتاركت ده بنسميه ايه باللغه الاجنبيه اللي هو الايه، ايه هو الكاتاركت؟ حاجه زي الفيضان كده، حاجه حلو، واحد بيحس ان عينيه ضلمه. فارتشاء العيون بقى يا سيدي انك انت تلاقي العينين فيها ميه، يا ترى الميه في الغرفه الاماميه ولا في الجسم الزجاجي ولا ورا، ولا ورا ده كله عند الشبكيه. فلو حصل ارتشاح بعد الشبكيه هيفصل الشبكيه عن العصب البصري، وبالتالي الناس مش هت ايه مش هتشوف، خلاص. ساعات ما بيبقى رشاح ميه، بيبقى رشاح دم، صديد، جلطة جت فقفلت العصب البصري عن الشبكية كده يعني. انما لو انا ورمت العيون، عين مورمة، في واحد دخل عينيه مورمة، عنده ايه العينيه مورمة؟ يا اما عنده الغدة عندها نقص يبقى ده ميكسيديما، يا اما عنده القلب تعبان فعامل له هارت فيلير، ها ورم العين، يا اما عنده الكبد فالكبد بيقلل افراز الالبيومين فجسمه مورم وبالمرة العين، يا اما عنده الكلى، والكلى طبعا معروفة انها مش قادرة تصرف سموم الجسم وبالتالي هتبان على العين. طيب دي، طيب تعال بقى اصفرار العين. لو واحد لقيت عينيه صفرة كده، اول ما بتتخيل اما كاروتينيميا واكل جزر كتير وشرب صبغة صفرة كتير، يا اما عنده ايه البيلروبين عالي، يبقى كده عنده اوبستراكتيف جوندس، يعني الممرات بتاعت الصفرة مسدودة، فبدل ما الصفرة تنزل مع الامعاء على البراز رجعت تاني على الدم، صفرت العين، صفرت الجلد، صفرت الجسم كله. ولو زادت الصفرة بيهرش البني آدم، خلاص، وممكن لو زادت اكتر من كده تعمل له غيبوبة. طيب ده اصفرار العين. احمرار العين بقى، احمرار العين بيبقى له كذا سبب. السبب الاولاني ان يكون مثلا عنده املاح عالية، وده اللي مالي البلد يعني، دايما كل واحد لقى عينيه حمراء يبقى عنده املاح عالية جدا، يبقى كليه بايظة. نمرة اتنين ممكن يكون هارش في عينيه، حاجة دخلت في هرش جامد. نمرة تلاتة ممكن يكون عنده التهاب في الشعيرات الدموية، خلاص، عنده التهاب انفكشن، خلاص، سواء فيروسي او بكتيري. طيب ايه اللي يخلي العين تحمر تاني؟ ان يكون ضغط العين عالي. ففي ناس ضغط العين لما بيعمل ساعات بيعمل نزيف، ساعات تلاقي عينيه دم، خلاص. يبقى لما نلاقي واحد عينه حمراء في احتمالات ديفرنشال دياجنوز، الراجل ده عينه حمراء ليه؟ ممكن يكون جاي يورينا العين الحمراء. يعني ساعات مثلا واحد عينيه حمراء بقول له انت جاي ليه؟ قال انا جاي اوريكم العين الحمراء.
ايه العين الحمراء دي؟ يعني الغضب. ها؟ وممكن قلة نوم. برافو عليك. ممكن قلة نوم واجهاد. برافو عليك. ممكن اطول قدام الشاشة كتير لغاية لما الاعصاب اتحرقت. فاللي انا عايز اقول لك عليه، العين الجوهرة دي لو ما حافظتش عليها، دي اغلى حاجة في الدنيا. اغلى حاجة، اغلى حاجة، اغلى ما يملكه الانسان. مش كده يا عم؟ ربنا رتب، قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤول. انت مسؤول على انك تحفظ ايه؟ نظرك. هتحفظ نظرك من ايه؟ ايه اللي انا احفظ نظري منه؟ الدخان ولا الشمس؟ احفظ نظري من الغبار، الغازات بتاع اللحام الرذاذ، ولا احفظ عيني بالغسيل، ولا احفظ عيني من ايه؟ كنا بنتحرك على تورم العين. ايه تورم العين ده؟ يبقى عين مورمه. هل ده بليفرايتس؟ يعني عنده التهاب بقى في الجفن. ممكن يكون ما عندوش لا كلى ولا كبد ولا قلب ولا اي حاجه، بس عنده الجفن ملتهب، ده بليفرايتس بقى كده ولا ايه؟ يبقى دون هيروح ياخد مضادات حيويه، ترميسن، قطرات بتاع، ويعمل حاجه للعين. دلوقتي بيعملوا عين كمادات، لدرجه ان هم ساعات بيجيبوا الشاي وبعدين يحطوا عليه ميه سخنه وبعدين يحطوا في شاش وهو سخن وبيحطوا على العين، بيمتص الحاجه بتاعته. طيب تورم العين ممكن يكون مرض داخلي وممكن يكون اصابه خارجيه. طيب المشاكل بعد كده، العدسه. ربنا سبحانه وتعالى عمل العين كذا طبق، الاولانيه قرنيا، واللي تحتيها مفروض غرفه اماميه وغرفه خلفيه وبينهم عدسه، والعدسه دي بتتضخم وتتمدد وترفع وتقصر حسب الضوء اللي داخل. خلاص، لو الضوء كميه كبيره العدسه بتقلل الدخول، لو الضوء كميه قليله بتتسع الحدقه اللي هي الجزء الملون ده، بيتسع عشان يدخل اكبر كميه من الضوء. ولذلك ما ينفعش واحد يبقى قاعد في ضلمه وبعدين تديله ضوء ساطع، ولا يبقى ضوء ساطع وتديله ضلمه. خلي بالك بقى من الحكايه دي، انت بتعمل كده صدمه للايه؟ للاي بيوبل او للنني بتاع العين، الجزء الملون. الجزء الملون ده بيكبر ويصغر، يكبر ويصغر، بيكبر لما يبقى الدنيا ضلمه عشان يدخل اكبر كميه من الضوء. العين بتاعت القطط والكلاب لو شفتها في الضلمه هتلاقي عينيها بتنور، عينيها بتنور لانها بتاخد اقل كميه من الضوء وتعكسه. فانت تبقى ماشي في الضلمه الاقي صاروخين منورين كده، عينين قطه او عينين كلب، خلي بالك. فاحنا بنقول يا جماعه ما نقعدش في ضلمه وفجاه. طب ده بيحصل علينا مع الاستمرار، ممكن النور يبقى قاطع والناس قاعده كده مسترخيه وفجاه نور جه يعمل لك صدمة محترمة.